ماتش يا خبيط لخبط لخبيط. انت لسه شفتي حاجة يا بنت؟ هاتي 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 الكيف مناولة. صد رد مش صد صد. والله العظيم انا ما فاهمة منك حاجة. ولا انا والله العظيم ما فاهمة بهوايا. انت قاعدة معايا عينيكي ليا مراية يا جمال مراية العين. لا استنى هات الحتة اللي بحبها بقى. يلا انا وكيلي تلاقيني لسه بخيلي مش هتبقي لغيري. حلاوتك يا سمسم حلاوتك يا سمسم. ايه بقى؟ ايه؟ ايه مالك؟ انت مفرهضة ولا مالك؟ لا انا مش مفرهضة، انت اللي مفرهض مالك. خالص انا مش مفرهض خالص ولا حاجة. ايه انت ما تعمل لنا بتعمل ايه؟ استني استني يلا شد يا قطوطة شد يا قطوطة. هي مش بتعمل ليه؟ بتعمل ايه استني؟ ما هي شغالة. ما هي شغالة ايه يا بنت؟ بس 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 يا محروس بطل رغي بقى لحسن حصل الدم كده ضرب في نافوخي ومش قادرة. ما يتسحب الدم ولا في ايه؟ هو كان رصيد في البنك. عادي 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 احنا ما وراناش حاجة. لا ما وراناش حاجة. ايه ده انا مخنوقة وخايفة والله. لا بقى ما تفوقينيش. بقول لك ايه؟ ما تطيريش الحجرين من دماغي. بس انا خايفه قوي على خالتي نعيمه. مالها خالتك نعيمه؟ ما عايشه زي الفل. ايه صحيح ما عايشه. لا والله العظيم انا محروس خايفه عليها قوي. اصل خالتي نعيمه دي طيبه قوي، دي ما كانش قصدها حاجه خالص. ما كانش قصدها حاجه ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه. انت اتسطلتي ولا ايه يا بنت؟ انا 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 قلت لها يعني كله هيعدي هيعدي. هي كانت كل اللي عايزاه وأملها في الدنيا إن هي تلاقي عيلة لابنها كريم يتسند عليهم كده ويطلع ويبقى راجل كده في وسطيهم. لا ده أنت قصدك تفوقيني. أنت أنت مصدر قصدك تفوقيني. قصدك تفوقيني. الله يخرب بيتك. اسحب اسحب شد شد. انت هترجعي ولا ايه؟ لا لسعتني جامد في نافوخي. لسعتك؟ اخسى عليها وحشه. والله العظيم. المهم كملي كملي. بس بقى ما هي ما كانش ينفع تسلم دماغها لراجل قتل قتل. اصل جوزها ده ما قلتلكش يا خرابي ده كان بيضربها ويسحلها. هي بقى كانت خايفه تقول له ان الولا كريم ده يبقى ابنه، فراحت هوب ملبسها لعبد الحكيم. انت بتقولي ايه؟ يعني الواد كريم ده مش ابن عبد الحكيم؟ لا. لا ده انت عايزه. استني بقى استني. لا بس بقول لك ايه يا محروس؟ الكلام ده في سرك. اوعى اوعى في بير يا قطه. وحد يعرف؟ لا يا حبيبتي مين بس اللي هيعرف؟ مين اللي هيعرف؟ شدي ولا اسحبي ولا اي حاجه على دماغك. انا مش قادره يا محروس. ولا انا والله. طب بقول لك ايه؟ هو مفيش حد هيدخل ياخدنا من هنا؟ بوكس بقى ولا لا لا يلا تهينا تهينا. وجيني تلاقيني لسه بخيري مش هتبقي لغيري. ايوه انا غيري مفيش. بقى الواد كريم مش ابن عبد الحكيم. بقول لك ده سر. انت ايه بقى هتتجنن ولا هتتستل انت؟ في بير في بير. ما كانش اتفق. القرار جاي من فوق. يعني ايه القرار جاي من فوق؟ احنا طول عمرنا بننفذ عملياته وطول عمرهم العمليات بتاعتهم ماشيه زي الفل. مش معقول ابدا يعني عشان محرم غلط غلطه انا اللي اشيلها. انت ومحرم الله يرحمه محطوطين في ميزان واحد. غلط غلط على فكره. انا مش زعلانه منك، انا عارفه انه غصب عنك انت بتنفذ القرار وبس. بس برضه تقدر تتكلم معاهم، يعني تقدر تقول لهم ان ريم غير محرم تماما وانا اقدر انفذ كل اللي كان بينفذه محرم واحسن مليون مره. وبعدين يعني مش معقول ابدا افضل اعافر واحارب كل الحرب دي والاقيها واحد تاني هو اللي ماسك الليله مش انا. عايزه رايي؟ سافري. هو ده الحل الوحيد. تسافري لهم وتعرضي عليهم وجهه نظرك كامله. انا شخصيا مش حاضر.
أسافر لوحدي ها؟ وأنت مش معايا. مش أنا صدقيني. أوكي. أهلا ست نعيمة، وحشاني والله. أهلا وسهلا. الله 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 الله، إيه المقابلة الوحشة دي؟ اتفضل. ايه اللي رماك عليا ان شاء الله؟ ايه بقى يعني ده معقولة؟ يعني ده انا جايلك من طريق، بدل ما تقوليلي تشرب ايه تاكل ايه تقابلين المقابلة الجافة دي. تاكل ايه وتشرب ايه وتطفح ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا؟ الله، ده احنا هنبقى عيلة واحدة. الكلام ده تقوله للبنت سامية الهبلة، انما انا بقى فاهمة اللي في بالك كويس قوي. ايه بقى اللي انت فاهمة اللي في بالي وانا معرفوش؟ تكونش فاكر ان انت هتقلب البنت سامية الكاتيانة دي زي ما قلبت فوزية؟ لا فوق، البنت دي ما حلتهاش اللضا وبنلملها، فاهم يا حبيبي؟ يعني عشان تتجوزها لازم تشيل الليله باللي فيها. الله، هو مش انت برضو اللي مربياها وامها وابوها والحضن الحنايه اللي بتترمي فيه؟ قول كده بقى، انت جاي تقلبني يعني؟ هو في الحقيقه من ناحيه هقلبك فانا جاي اقلبك، انا جاي طالب منك المدد، الدنيا صعبه وانت عارفه الحال. ماشي، انا بقى هندهلك الشغالين عشان يجوا يلموك ويرموك بره. والله انت لو عرفت انا جاي ليه مش هيكون ده ردك. جاي ليه؟ جاي عشان خايف عليكي، خايف اقول كلمه اهد الدنيا على اللي فيها. انت بتهددني يا واد ولا ايه؟ لا هو مش تهديد، بس اصل البنت ساميه في لحظه تجلي كده وانوانه قالت لي على كل حاجه. قالت لك ايه؟ ابنك القمر العسل. ماله ابني؟ لا ملوش، اصل انا عارف ان الضنا غالي، والواحد لو عرف ان الضنا الغالي ده مش من صلبه هيعمل ايه؟ ممكن يقتله ويقتل اللي عمل كده كمان. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ والله هو مش كلام فارغ، انا قلت اللي عندي، ولو انت مش مصدقاني خلاص براحتك، اروح انا بقى اقول لحسن وهو يشوف بقى ايه. اقعد هنا. البت سامية دي بنت عبيطة وبتألف، هي بس اتقمصت منك، منها جت قالت لي انها هتتجوزك وانها عاوزاني يعني انا اللي ادفع ثمن الفرش واجهزها، وانا قلت لها لا، بس خلاص هاخدها وانزل افرش لها البيت زي ما هي عايزه. لا تاخديها ايه، انا عايز ثمن العفش كاش. كام؟ والله انت اللي تحسبيه بقى وتقدريه. ماشي، سيبنا افكر واحسبها وارد عليك. خلاص، انا عموما هتعامل معاكي زيك زي البنك، هاخد الفلوس بفوائدها. ماشي، عن اذنك. طيب يا سامية الكلب، انت اما فرقتك وحرقتك بجهاز ما بقاش انا.